وسهلا بكم مشاهدي فضائية تركمان إلي وحلقة جديدة من برنامج حكاية الناس. موضوعنا لهذا اليوم حيكون مختلف بعض الشيء، لأن راح تكون الحلقة مو مثل باقي الحلقات، لأن موضوعنا حيكون سؤالنا واحد لكن أجوبة الناس راح تكون متنوعة. موضوعنا لهذا اليوم عن شنو هي مشكلتك بالحياة. مثل ما تعرفون كل إنسان وعنده مشكلة بالحياة، فاليوم احنا شوية راح نتدخل خصوصيات الناس باللي يحبون يسولفوهم. اكيد احنا اليوم موجودين بمول زيونة، خليكم ويانا بهاي الجولة. نسلم منها وهيك حتى يعني، لان ما شاء الله العدد 4. مرحبا حضرتك. اهلا وسهلا. ابو صفا. وحضرتك؟ انا ابو رقية. ابو رقية. عندنا الاخوان هنا اثنيناتهم اخوان، وحضرته ابو رقية وحضرته ابو صفا، فاحنا اليوم اقتحمنا الطلعه العائليه، فقلنا خلي نسالهم. احنا بالبدايه سؤالنا، لان هم بالبدايه ابو صفا وابو رقية قالوا اسالي صفا، صفا شنو مشكلتك بالحياة؟ هي قالت أنا ما عندي مشاكل، بس بعدين والدها ذكرها قالها والدراسة. فإحنا حاليا صفا راح توجه رسالة من ناحية الموضوع الدراسي. أول شيء السلام عليكم. أنا حاليا سادس، أي فهو أكثر شيء يعاني من عند المواد. أي أنا علمي. أي ف كادر تدريسي هم كادر تدريسي انه قلت لي الكادر التدريسي بعده ما كامل وبي نقص دائما، وهذا الشيء ده ياثر علينا يعني كطلاب كدراسه. صحيح. اي فاني يعني اكثر شيء يعني عنده هو الدراسه. يعني مشكلتها سهله، احنا نقول يعني مرات اكو مشاكل اكبر، بس كل واحد يشوف مشكلته. ليش يقول لك اللي يشوف مصايب الناس تهون عليه مصيبته؟ فاحنا هسه خلي نسال ابو صفا. ابو صفا شنو مشكلتك بالحياه؟ والله مشكلتي بالحياه يعني الوضع العام، الصح، الامور الحياتيه يعني صعبه مو سهله. اي يعني مثلا الحياه المعيشيه. بلي 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 بلي. الشغل ماتك. نعم 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 نعم. اي هي بهاي الصعوبه يعني هاي مشكلتك بالحياه؟ اي الحياه صعبه مو سهلة. أبو رقية شنو مشكلتك بالحياة؟ أولا السلام عليكم، وفرصة حلوة أن نلتقي بهذه القناة، وإحنا كعراقيين نتمنى، والله نتمنى كل يعني شعبنا وأهلنا بالعراق أن يعيشون حياة حلوة وحياة طيبة، ولكن الظروف شوية اللي جاي نعاني من الآن، نلاحظ أنه البلد قاعد يمر بأزمات، أزمة وراء أزمة وأزمة وراء أزمة، فهذه هاي انعكست على مستوى العوائل حقيقة يعني. فشوف العائلة العراقية مع ما هي عائلة طيبة حقيقة، عوائلنا العراقية كل يعني تشوفين التلاحم الموجود مثلا، عفوا المؤاخاة بين العوائل، فعوائلنا العراقية كلها تتسم بصفة الطيبة يعني، تشوفين العجوبية والكرم والضيافة كلها موجودة يعني. اي ولكن هاي الظروف اللي هي المشكلة تقول علي انت، هي المشكلة العامة انه بلدنا بلد ازمات حقيقه يعني. اشترت لنا بس الدفاتر ب 45000 دينار بس الدفاتر. اي نعم. فممكن الحمد لله احنا نقول الامور زينه، ولكن اكو عندنا عوائل يعني تعبانه يعني نحو اقل ادنى من مستوى خط الفقر يعني، فصعب علي انه يشتري من السوق وكذا. فنتمنى احنا ان شاء الله من الحكومه وانا هم كتربوي النظر بهذه الامور ومساعده العوائل، لان هذا مشكله عامه صار حقيقه، مشكله عامه يعني. يلا شكرا جزيلا لكم. شكرا اني الله يسلمك. شكرا جزيلا. مرحبا. اهلا. الاسم؟ اسمي رندا. رندا من سوريا. اهلا وسهلا. رندا شنو مشكلتك بالحياة؟ راح لي غاد. صراحة اجمالا هي المشكلة الحقيقية عندنا نحن كنساء الغلا. غلا كل شيء غالي، وخصوصي المرأة اذا عندها اطفال وما في رجال.
يصرف عليها، فبدها تشتغل وتحمل المسؤوليه لحالها، حتكون يعني اب وام بنفس الوقت. يعني قصدك اني انه انت مشكلتك بالحياه المسؤوليه والغلاء اللي صاير بالتعليج يا حبيبي. هذا كل سوي له يروح. اي تمام، هيدا هي. يعني من خلال انه برنامجنا شنو هي رسالتك مثلا للمسؤولين على هذا الموضوع، موضوع الغلاء او موضوع حد يرقف بالشعب، في ناس ما عندها، في ناس معاشاتها محدوده، اطفال كذا، يعني شوي كمعيشه يعني اقل شيء، ما اقول لك انا كلبس ومطاعم كمعيشه، يعني انه شوي الاسعار بس شوي. يعني قصدك من ناحيه مثلا الايجارات، من ناحيه الاكل الشرب يعني كل هيدول. ايه زين، تقصدين احنا عندنا الغلاء موجود يعني ببغداد، هذا شيء معروف يعني الغلاء موجود عندنا واحنا ندري كل الزين، بس احنا دنحاول ومو كل العوائل، تحاول بعض العوائل انه تتاقلم ويا هذا الموضوع. زين، عندكم الاسعار السوريه قولي لي شلونها، بما انه احنا صارنا فتره طويله ما رايحين. احنا عندنا كثير غلاء، غلاء الايجارات، غلاء المعيشه، غلاء كل شيء، وعندنا المعاشات قليله جدا. ايه عندنا كثير غلاء صراحه. هذا الموضوع ما اقدر اتناقش به اكثر، الله ييسر امرك، هذا اللي اقدر اقول لك اياه. شكرا جزيلا. ميرسي، حياتي كلك ذوق، باي. شكرا. مرحبا. اهلا وسهلا. اسم حضرتك؟ ام رقيه. ام رقيه، ام رقيه شنو مشكلتك بالحياه؟ ولولا هاي المشكله تقولين اني حياتي لولا هذا الموضوع او هاي المشكله تمام. والله الحمد لله هو ماكو مشكله بحياتي، يعني كله تمام، ما عندي مشكله. اي الحمد لله اطفالي وعائلتي، فما عندي اي مشكله. اي بس يعني يعني لو دارسه مكمله دراسه. اي فيعني كان مثل ما تقولين قريت اطفالي يعني انجليزي او هيك شيء. اي لان انا ثاني متوسط يعني. يعني انت بسبب ظروف العائله او ما احب الدراسه؟ مو ضرر. ومن يحب الدراسه؟ كلنا من يحب الدراسه. اي من يحب الدراسه فيعني لهذا السبب طلعت. اي هسه فطومه اذا نسالها نقولها فطومه تحبين الدراسه؟ تقول لا. بس ها احبها شويه. اي احبها شويه بس هي الدراسه تدرين ايش وقت نعرف قيمتها؟ من كبر. اي من كبرت يعني صارت عندي يعني اتمنى لو يرجع بي الزمن اكمل الدراسه. اي يعني بس من هاي الناحيه يعني. اي عندك هذا الموضوع الوحيد. اي الوحيد. اي اي لو مكمله الدراسه. اي لو مكمله الدراسه. اي لو مكمله دراستي كان هواي اشياء تغيرت، يعني كان تعينت، كان ظروفي صارت احسن، يعني هواي اشياء. يعني مشكلتش بالحياة الدراسة؟ بس من ناحية كعائلة كعهايك الحمد لله والشكر ما عندي أي إشكال. يعني أنت تقدرين من خلال الخارجي أنه ترجعين مثلا درسي؟ ما تقدرين أنا مو مسؤولة ما ألحق لأن بس أطفالي وأني بيت وحدي يعني فما أقدر يعني. هي بس رقية يراد لها خلق صار لي تروح وأجرها. رقية بس أنا ابتدائي مدرسة أدرسة ونونة عندي من روضة. أي فيعني ما أقدر التزامات وهاي ما اقدر. اي يلا ممكن انه شوفي هو العمر الدراسي يعني العفو الفرصه الدراسيه ما لها عمر. لا ما لها عمر. يعني ممكن انه احنا مرات نشوف بالكليه لحظه بالكليه اي حياتي روحي هسه اجيك. احنا مرات نشوف مثلا اكو عمر كبير مثلا 50 او 60، قسما بالله مره رجل عمره 63 سنه وتخرج من كليه القانون بال 2000 تقريبا و 2019 او 18 63 سنه. صحيح. لا لا هي الفرصه تجي بكل عمر، ماكو يعني عمر محدد بيها. يعني قصدي انه هذا الموضوع لا تايسين من عنده. لا ما ايس. لا ما ايس. يعني بعد ممكن يكبرون شويه ممكن. وعلى قولة اهلنا شرهم ويروح تلتفتين انت لنفسك بعد. اي اكيد. شكرا جزيلا حبيبتي. اهلا وسهلا. الله يخلي لك الاولاد رحمة وابو الاولاد اللي خلف الكواليس ما يقبل يطلع. شكرا. اهلا وسهلا شرفت. حيدر. حيدر استاذ حيدر،
سؤالنا لهذا اليوم، شنو مشكلتك بالحياة؟ تقدر تقول يعني مثلا على الصعيد المهني او على الصعيد الشخصي، مشكلة بالحياة عندك انه معرقلة بعض الامور عندك، يعني تقول له هاي المشكلة لو ما موجودة كان اموري مشت تمام. والله يعني الحمد لله واشكر الحياة ماشية، والحمد لله واشكر قاعد نعمل نشتغل وتخرجنا، بس انا اقول يمكن اكو شغلة وحيدة انه كملت بكالوريوس صحيح ضمن تخصصي، بس ما كملت الماجستير، كان يعني خطوة هي والماجستير، بس ما رهمت يعني سبحان الله كل شيء بيد رب العالمين. اي نعم، فالحمد لله خلصنا بكالوريوس وهسه قاعد نشتغل ضمن اختصاصنا. اي نعم. اللي هو شنو؟ انا اشتغل سوبرفايزر، مانجر سوبرفايزر بسوبر ماركتات التعاون. نعم. خوش رواتب يعني. يقول يا الله. خوش رواتب، انا سامع الرواتب مالتهم مو امه واخته خلف الكواليس، يعني هو قال خليهم خلف الكواليس، بدا اسالهم يقولون خوش رواتب مالتهم صح لو لا؟ أربعة خمسة لا وين كم عاد وين دندهم بوزارة النفط؟ ثلاثة أقل بعد شوية اثنين ونص يعني حوالي ايش بيها اثنين ونص هم حلوة ايش بيها؟ الحمد لله والشكر. بس انت تقدر يعني فيما بعد انه تكمل دراسة؟ والله اكو هيج خطوة، يعني اكو هيج خطوة، واحد حلو انه هو طموح، يعني واحد يقدر عدة شهادة البكالوريوس يقدر يطمح انه للماجستير وللدكتوراه، بس يعني الماجستير يعني شعرايا انا وياها بس ما رهمت، بس يا سبحان الله، بس ان شاء الله هذا هاي الخطه موجوده. انت يا مواليد شو تقولين؟ يعني 2000؟ الله يسامحك، انا دائما اقول انت مولد 2000. يعني بس انه بعد عندك مجال. اي يعني بعد 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 بس اهم شيء ما تاخذك على يعني عجله الحياه، تعرف شلون تلتهي مثلا بغير امور العمل، ممكن انه تقبل على زواج بعدين، لازم يعني والله هو ما بي يعني حتى لو واحد دا يتزوج باكر عقبه يقدر انه يكمل، يعني هي مو فد صعب صارت هسه الدراسه، يعني وين ما تقدرين تروحين وتكملين وباي دوله وتدرسين مو اي مره. هاي صحيحه، هاي بعد تبقى يم المره بعد تلتهي ويا الاولاد والاطفال بدل انا مشاور جات راح تصير مستبدله، بدل مشتاقت لك حبيبي يجي وياك حفاضات وحليب. ويلي يابا هاي بعد هذا الموضوع ان الله عليه. شكرا جزيلا. شكرا لك. توفيق يا الله يسلمك. رحم الله والديك. مرحبا. اهلا وسهلا. الاسم بالخير؟ حيدر. أستاذ حيدر، موضوعنا لهذا اليوم أنه شنو مشكلتك بالحياة؟ أنه لولا هاي المشكلة موجودة كان هواية أمور تغيرت بحياتك. وهي مشكلتي المشكلة من يسويها؟ المشكلة إحنا نخلقها، أي ماكو مشكلة، بس المشكلة إحنا اللي نفعلها ونضخمها لا أكثر ولا أقل. لكن الواقع الحالي اليوم المشكلة هي الفلوس، المادة. المادة لولا المادة كانت قبل وسيلة، أصبحت اليوم وسيلة وغاية. حاليا مشكلتك الوحيدة هي أنه المادة كان مشت لك هواية أمور وحلت لك هواية مشاكل. أكيد أكيد، المادة الأولى قلت لك كانت قبل وسيلة، أصبحت اليوم وسيلة وغاية. لولا المادة البيت السيارة الزواج. زين إذا عندك فلوس إيش راح تسوي؟ مثلا عندك مبالغ بحيث كلش هوايه يعني لا تعد ولا تحصى، ايش راح تسوي؟ اقعد واسكت. لا اشغل ولا هاي عندك فلوس تقعد واسكت؟ لا شلون؟ تسافر، تشتري عقارات برا، تروح لغير دول، عندك عقارات العفو برا وجوا. يعني تتحول الفلوس من الفلوس اوراق الى بناء عمارات، محلات، اي مستثمر انقلوب. زين اذا صار عندك مبلغ اول واحد يجي على بالك منو تنطيه فلوس؟ لا مو اهلي الصدق، غير اطلع اساعد العالم، انا تدري بيا بنتي هواي اساعد الناس. اي الله يجعلها بميزان حسناتك، بس الاهل يعني الاولى مساعده الاخرين، من بعدها عائلتي حقيقه، هاي هواي اساعد. الله ينطيك ان شاء الله على قد نيتك. الله يسلمك. ان شاء الله يا
يا رب يعطيك الصحة، أهم شيء الصحة، ومن بعدها تجي المادة. هي المادة ضرورية، إحنا ليش يعني كلام كاميرات، بس هي المادة ضرورية، بس يعني الصحة أهمها، أهم يعني مهمة للي مر بوعكة صحية. أنا أحكي لك عن تجربة، يعني واحد من يمر بوعكة صحية قوية يعني فلوس الدنيا ما تغني. أتي أنا وياك، هي المادة الصحة قبل كل شيء، راحة البال أهم من كل شيء. لكن أنا أقول لك اليوم حالياً واقع الحالي اللي يصير بيد المربي أنه المادة أهم شيء، المادة أهم شيء، أهم شيء المادة. إن شاء الله تجيك المادة، واذكرني اذكرني هاي قدام الكاميرا، اذكرني إذا تجيك المادة. يلا شكرا جزيلا. أشكر جداً أنا. سهلا. الاسم بالخير؟ انا علي فوزي. علي فوزي حضرتك، ابو من يصوت؟ انا ابو احمد. ابو احمد حضرته ما شاء الله ذولا اولاده، يعني اسمك شنو؟ ايه. وانت؟ حسن. وانت؟ احمد. خوله. وانت؟ فتولي. فتولي يعني فضولي، يعني هو يدلع نفسه. انا داوم. شنو؟ اداوم. داوم؟ بدي يداوم؟ ها بالروضه بعد، مو مدرسه يعني. زين استاذ العفو علي. علي استاذ علي، شنو مشكلتك بالحياه؟ والله هي مشكله انه ماكو اب ما يطمح انه يوصل اولاده الى فد مستوى حلو بالتعليم. فهاي الحياه شوي شوي ان شاء الله تسهيل من الله. يعني مشكلتك بالحياه او مثلا عندك هواجس انه لازم توصل اولادك لمرحلة نقول بر الأمان، أنت هذا الشيء اللي شاغل. إن شاء الله. أي. إن شاء الله. إن شاء الله يصورون في شهادات حلوة. زين شنو تتمنى كل واحد بيهم يطلع؟ ومنها همينة أنه يكون عندهم علم قدام الكاميرا، ممكن أنه أنت وياهم بالبيت ما تقولهم مثلا أني شنو أريدك تطلع، أو أنت خالهم براحتهم، بس أني من خلال الكاميرا نقول أنت أمنيتك الداخلك شنو تتمنون يطلع؟ أمنيتي أي. انه ياخذ الصنعة مالتي. حضرتك شنو صنعتك؟ انا صايغ. نعم صايغ. نعم هو صنعة ويا فلوس حلوه. لا انا اشتغل بيدي يعني. حضرتك يعني مصمم؟ اشتغل بيدي. أي. صياغه اسماء محابس ليل وكل شيء. هسه قلنا شو اسمه احمد، احمد بالله اخذ هاي الصنعه، وهنا نا حسن. حسن حسن شو تتمنى يطلع؟ حسن هو يريد حسب طلبه. حسن شنو تريد؟ يعني أريد أطلع مهندس. وأنت معماري. مهندس معماري. وأنت حبيبتي دكتورة. دكتورة شنو يعني؟ أطفال أسنان. أي والله أسوي أسنان مش من تكبر يعني، من يكون بعد أنتي منا لحد ما تصيرين دكتورة وكونون هون يا بعض يراد لي تخم. أوكي وأنت حبيبتي رسامة. رسامة زين يعني. أهم شيء فضولي. تطلع ما أعرف شو تريد تطلع من تكبر، شو تريد تطلع مثل بابا دكتور؟ أبويا مثل أبو. كلش هو يعني متعلق بيك يعني مثل أبوك. إيه زين أنت تعرف أبوك شو يشتغل؟ إيه شنو يشتغل أبوك؟ جوالات مطبع. مسبح أو محبس؟ مسبح. وأنت تحب شغل أبوك حلو؟ زين بابا يجيب هدايا لماما؟ اي بما انه يشتغل بالمحابس وهاي الامور؟ اي يجيب هدايا؟ اي يجيب هواي هدايا؟ اي الله ربي ايش كلها هدايا؟ يا ورا الكواليس شوفنا كلها هدايا محابس فضحك فضولي. شكرا جزيلا. اشكرك. ان شاء الله يا رب اشوفهم احسن الناس. رحم الله والديك. يطول بعمرك يا رب. الله يخليك. اشكرك اشكرك جزيل الشكر. مرحبا. مرحبا هلا وين؟ اسم بالخير. اسمي رائد جاسم من محافظة البصرة.
يا اهلا وسهلا بك وبأهل البصرة. يعني حضرتك جاي يعني زيارة لبغداد؟ احنا جايين طبعا زيارة، عندنا عرس ابن عمتي هنا بيت من بغداد، تمام، او خلص العرس البارحة على خير، واليوم جاي نغير اجواء شوي هنا في هذا المول، او كنا هم كنا مدينة العاب ببغداد هنا، تمام، وان شاء الله باكر راجعين للبصرة لان التزامات ودوام ان شاء الله ترجعون بالسلامة. سؤالنا لهذا اليوم، زين ابو منو اصيح لك؟ ابو علي؟ علي وفاطمة، هو اكبر واحد، وفاطمة وحسين وعبوسي، عبوسي ابن اختي. راح اسالك سؤال، انه هو شنو مشكلتك بالحياة؟ والله شوفي، احنا بالنسبة كعراقيين هي المشاكل هواي، بس انا بالنسبة لي كشخصيتي وكرائد، بالنسبة يعني ضغوط العمل، يعني انا موظف دمام بدائرة، دائرة شوية خدمية اكثر ما بيها حالات انسانية، اكثر من مثل ما تقولين تماس مباشر ويا المواطن. فأنا أداوم موظف دائرة الرعاية الاجتماعية بقسم البصرة. نعم، فتجينا الحالات كإنسانية، يعني ناس معاقين، ناس تخلف عقلي، أيتام، أمراض، تمام؟ فمشكلتي أنه ضغط العمل أكثر من اللازم. أكيد يعني الدوام يبدأ بثمانية، تمام؟ ينتهي بالثنتين، فالأعداد كلش هواية، وخاصة عندنا المعاقين ذكرت لك والأيتام والعاطل. يعني قصدك أنه هاي الحالات اللي تجي عليك، المعاقين أو الناس اللي متضررين ماديا، تأثر عليك نفسيا، أنه هاي مشكلتك بالحياة، بس أنت مجبر لأن هذا يعني شغلك وظيفتك. هو بالنسبة لي، أنا بالنسبة لي لأن أحب مكاني ووظيفتك، لأن بها الحالة الإنسانية أكثر من اللازم. لأن من أشوف معاق يجيني وحياك الله أستاذ وبخدمتك وشوفينه شيبة وعمره 70 أو 60، فأنا أروح أنطيها له، بس هو ضغط، يعني ما يقارب إذا يجيك نقول أكثر من 500 مراجع باليوم، تمام، وجوز إحنا موظفين 2 أو 3، فهذا طاقة بالبشر، يعني أنا ورا 12:30 شد داون أهبط، تمام، فأبقى للثنتين يعني أحاول شلون ما أمشيهم، بس من أخلص العمل مالتي أو أكمله أو أشوفهم خلصة والدائرة فرغت، يعني نفسيتي من داخل أرتاح، اقول اكو ناس رضت علي امام الله سبحانه وتعالى. انت نفسيا ترتاح لان تحس ان انت رضيت ضميرك امام الله وكملت واجباتك الوظيفيه. صح. او ثانيا من ارجع للبيت صح ارتاح وانام واقعد، بعدها ايش راح يصير عندي؟ احس انه هم زين مشيتهم، ما زعلت لواحد، ما رجعت لواحد، فنفسيتي راح ترتاح اكثر واكثر، بس هي ضغط يعني من الوزاره علينا، المفروض توفر لنا هواي شغل بالنسبه كموظفين، يعني دعم مادي ولوجستي وهواي نواقص عندنا بالدارة، بس الحمد لله أهم شيء نرضى الله سبحانه وتعالى والمراجع إن شاء الله يا رب. دائما يكون إن شاء الله ضميرك مرتاح وتكون دائما أنت يعني هاي الأشياء يم الله ما تضيع وبميزان حسناتك. بس هسه إحنا حكينا عن الموضوع المهني، بس إحنا نجي عن الموضوع العائلي، لأن هي حضرت زوجته يعني حاليا ورا الكواليس ما تطلع، بس من ناحية الأولاد نقول لأن قبل شوية أكو شخص هم استضافيته قال أنا مشكلتي بالحياة إنه شايل همهم، فأنت تتمنى يطلعون بالنسبة للعلاوي والحسين والفطومة؟ شوف بالنسبة لي أنا صراحة، أنا قلت لك موظف أرجع للبيت تعبان، فأرتاح أتغدى أسبح أنام، بالليل أطلع يم أصدقائي، فالتربية بالنسبة تربيتهم ومدارسهم ودراستهم الأم 99%، هي العاتق يعني الأكبر على الأم، لكن اقول انت بداخلك شنو تتمنى يطلعون؟ اكيد انا بالنسبه لي اتمنى يعني اعلى المراتب، دكتور، مهندس، يعني باللي شيء يرضيهم واللي يرضيني، لان احنا جاي نشوف الانسان اليوم اذا ما يحصل له وظيفه او ما يكون خريج راح يتعب بحياته، وشاهدنا ناسنا القدامى، يعني نقول عمامنا او خوالنا شفناهم اكو بيهم موظفين واكو بيهم لا، فالحد الان تلقينا 60 سنه هو يدور على لقمه تعيش عائلته. انت برايك الموظف افضل؟ صح؟ لا اكيد، شوف هي الوظيفه 90% افضل، بس اكو شغلات يعني حره بس كون يحصل منها فطبعا تفيده اكثر، بس بصوره عامه احنا كعراقيين الوظيفه افضل كتقاعد تفيده كمصرف تمشي. صح اكو يعني رواتب بوزارات يعني قليله كلش، بس اهم شيء يعني مرتاح بالك، تاكل وتشرب وتتونس وتغير جو، هي اهم شيء. شكرا جزيلا. الله يخليك يا حبيبي. الله يخلي لك اولاد. اشكركم، شكرا جزيلا لكم ولقناتكم الموقره. الله يخليك يا حبيبي. مشاهدينا الكرام، احنا كانت اليوم موضوعنا عن انه شنو مشكلتك بالحياة، بس اغلبية الناس ما دخلوا بعمق الموضوع او ما دخلوا يعني حبوا يحشون امور سطحية، اللي كان مثلا هم
المشكلة المادية واللي كان همه الموضوع الدراسي واللي كان همه يعني أغلبية الناس عندهم مشاكل بس ما حكوا بيها بصراحة، لأن احنا كان سؤالنا لهذا اليوم أعمق من هاي الأجوبة اللي سمعناها. وكل إنسان عنده مشكلته بالحياة، بس مشكلة عن مشكلة تفرق. ليش دائما يقولوا اللي يشوف مصايب الناس يرتون عليه مصيبته؟ فإحنا حاليا شفنا اللي ناشد من موضوع الدراسة واللي ناشد بموضوع الموضوع الكوادر الدراسية، بس إحنا برنامجنا بصراحة يعني مو للمناشدة، إحنا برنامجنا أنه نسمع الناس، نسولف وياهم، نحكي وياهم بمشاكلهم. مثل ما شفتوا كانت هاي أجوبة الناس. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، تحياتي لكم، هلا جمال لفضائية تركمان إلي.